ليكون بذلك المصحف الشريف حبيسا على الحوائط داخل حجرات لا كائن فيها ولا ساكن ولا إنسان يعيش فيها. إنها علامات من علامات الساعة أن يعلق القرآن على الجدران لا أن يطبع في القلوب والأبدان. أين المصحف في قلوب الشعب؟ أين المصحف في أبدان الأطفال؟ أين المصحف في تعليم المدارس؟ أين المصحف في تعليم الجامعات؟ أين المصحف وختمته في التلفزيون وفي المسلسلات والأفلام؟ أين المصحف في الواقع والتطبيق لشرع الله عز وجل؟ يغيب عن ذلك كله ويتحول المصحف في زماننا إلى متحف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاسب العلماء الذين أشاروا بهذا الأمر الخاطئ المخالف لشرع الله عز وجل. فالقرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يكون تكريم القرآن بكلام الأزهر ولا علي جمعة ولا غيرهما ممن أفتوا بهذا وصنعوا ما يسمى بالمتحف الثقافي الإسلامي، ويكون القرآن متحفا أو يكون القرآن في متحف. أين القرآن في أحكام الزواج والطلاق؟ أين القرآن في أحكام الطلاق الشفوي الذي يريدون أن يبدلوه ليكون لا طلاق حتى يقع الطلاق أمام القاضي وحده؟ أين القرآن وتطبيقاته في إحلال الحلال وتحريم الحرام؟ كان ينبغي أن يكون هناك عالم جريء يقولها لله عز وجل. القرآن يا سادة ليس للمتاحف، والقرآن يا سادة ليس للحوائط، القرآن للقلوب والأبدان وتربية الرجال وصناعة الأبطال، كما قال ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وسأكتب ذلك إلى رئيس الدولة لأبرئ ذمتي وذمة علماء المسلمين من هذا التهريج وهذا العبث الذي أنفقت فيه أموال الملايين على غير مكانها. وكم من الفقراء واليتامى والمساكين، وكم من الجياع من لا يجدون قوت يومهم. أيهما أولى؟ إذا كنا نتحدث ونقول بأن الله وصف نفسه بالأكرم وأنه دعانا للأقوم وأنه يكرمنا بالأتقى، أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال الأزهري بالأمس، لكن للأسف الشديد هذا الكلام عند التمييز في أحكام الشرع وعند المجاملات لا محل له من الإعراب. وقد أجمع علماء المسلمين على أن المصحف لا يمكن أبدا أن يكتب على الجدران ولا على الحوائط ولا على البسط ولا على الملابس، لأن في ذلك إهانة للمصحف الشريف. وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين قديما وحديثا من ابن نجيم الحنفي وابن عابدين، وكذلك أيضا الدردير شيخهم الذي يعتمدون على فتاوى، والنووي رضي الله عنهم، وكذلك أيضا الشيخ الباجوري والزيلعي، وكذلك أيضا الإمام السيوطي، وكذلك أيضا الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وابن تيمية وغيرهم من أئمة المسلمين الذين أجمعوا على حرمة كتابة القرآن الكريم إذا ترتب على ذلك إهانة. والإهانة تتحقق بتحريف القرآن بإزالته أو زوال حبره أو سقوط ما كتب أو زلزال يجعل أحجارا منه تسقط فتتقطع آيات القرآن الكريم، أو ثوبا يوطأ بالأقدام أو يلبس على غير طهارة إلى غير ذلك. ولم يعتبر العلماء بكتابة القرآن الكريم على الجدران ولا على الثياب إلا إذا كان في حاجة شديدة للتذكير عند غافلين لأحكام القرآن، أو للتعريف بإقامة الحجة على الجاحدين للقرآن ليكون ذلك تعليما لهم وإقامة للحجة إذا لم يكن منهم من يقرأ ويتعلم ويتقبل النصيحة، فتكون حجة على هؤلاء في هذا الحال. وفي جميع الأحوال أجمع علماء الأمة على أن القرآن كتابته على الجدران وعلى الحوائط بهذا الشكل الفج إنما يكون حراما أو على الأقل مكروها. هذه
اجتهادات علماء المسلمين في تكريم المصحف، ونحن اليوم نجعل المصحف متحف ومكتوب على حوائط خالية من البيانين ليزورها الناس زيارات المتاحف ويلتقط الصور التذكارية وخلفهم آيات القرآن الكريم. أيليق هذا بالقرآن العظيم؟ كان أولى لو كنا نبحث فعلا عن تفكير سليم أن نقدم عالما جريئا ينصح رئيس الدولة ويقدم له، ما هو أفضل أن تكون في هذا المكان كلية علوم القرآن الكريم والقراءات مثلا، وكلية اللغات والترجمة، وتنقل إليه مدينة البعوث لطلاب الأزهر من بلاد العالم باللغات المختلفة ليتعلموا القرآن بمعانيه في ترجمات متعددة، وبذلك نكون قد حققنا فعلا تكريما للقرآن. أما أن يكون القرآن متحفا محبوسا فهذا إهانة وظلم للقرآن. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وهذه أيضا علامات الساعة، عندما تنفق الأموال في غير حقها، أولى بذلك اليتيم والمسكين في ظروف صعبة وفي ظروف الدولة مدينة الشرق والغرب، هل يكون ذلك بالبذخ في إنشاء أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج وأكبر 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 بما لا حاجة له لغالبية الشعب؟ هذا سفه حرمه الإسلام، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا الحق تبارك وتعالى يدعونا لإعمال القرآن من هذا ودستورا. وفي ذات الوقت نرى الاستهزاء بصحابة رسول الله في المسلسلات الرمضانية، فتنزل هذه المسلسلات 54 مسلسل لتشغل الناس عن القيام وعن الصيام وعن صلاة التراويح وعن ختم القرآن وتدبر القرآن وتلقي العلم، لترى مسلسلات، مسلسل تحت الوصاية الإيه، المرأة المحجبة هي الشر في المجتمع، المرأة المحجبة تخفي في حجابها الدعارة والشذوذ والانحراف وأكل أموال الناس بالباطل والغش والخيانة والغدر، ولا بد من التخلص من المحجبات. هذه العارية أم أندرز منى زكي هي التي تمثل المحجبات الآن في مسلسل تحت الوصاية ليكون هدية رمضان للمؤمنين والمؤمنات. إلى ما ندعو؟ أندعو إلى الدعارة؟ أندعو إلى الخيانة؟ أندعو إلى الغش؟ أندعو إلى اتهام المسلمين في أعراضهم؟ أندعو إلى خلع الحجاب؟ وغالبية النساء أصبحنا اليوم في شك بهذه الفتنة التي افتعلها سعد الضلالي الهلالي وخالد خيب الجندي وثالثهم أبو حملات أبو لهب الذين قالوا لا حجاب ولا شريعة في الإسلام. عوامل الهدم في المجتمع، تلك علامات الساعة تلامذة المسيح الدجال في عصرنا. إن لم نعتصم بديننا ونرجع إلى كتاب ربنا سينزل علينا لعنة الله وغضبه، ولا بد علينا أن نرفع هذا المقت بالتوبة والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يقدم مسلسل معاوية ابن أبي سفيان ليسب الصحابة وليصور الصحابة على أنهم تجار سلطة وعلى أنهم باحثون عن الكرسي وأنهم دعاة استبداد، ولم يكن شيء من ذلك على الإطلاق، بل جاء معاوية باتفاق المسلمين باتفاق أنصاره وأنصار علي عندما لجأوا إلى التحكيم، فكان التحكيم فصلا للنزاع بين فريقين، ولم يأتي رغم أحد، وهو أيضا من كتاب الوحي، فنأتي لنصور هؤلاء الصحابة بأسوأ صورة حتى نلعن هؤلاء الصحابة ولا نتخذ منهم قدوة. فمن تكون القدوة إذن؟ لن تكون القدوة عندئذ غير أم أندرز التي خلعت أندرها، وبعد ذلك نعتبر هذه القدوة المرادة. هذا هو المطلوب إثباته، هو إفساد الأسرة وإفساد المرأة وإفساد البنات، عندئذ ضاع الشرف وضاع معه الدين. لا عاصم لنا من هذه الفتن وهذه الابتلاءات إلا بالصلح مع الله والعودة إلى شرع الله. والله تعالى يقول في قرآنه الكريم مبين لنا أطواق العصمة والنجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونجينا من هذه الفتن يا رب العالمين، واجعلنا من أهل القرآن العظيم ومن ورثة جنة النعيم. آمين آمين يا رب العالمين. أيها المسلمون الكرام، ونحن نعيش اليوم مع حضراتكم
مع الحلقة الرابعة من سورة الأنبياء وما فيها من إعجاز قرآني. وسورة الأنبياء نزلت بعد سورة إبراهيم، وقد نزلت بترتيبها رقم 73.